نحو 50,000 لاجئ جنوب سوداني يعيشون في مخيمات في الخرطوم تفتقر للخدمات الضرورية، بينما يتوزع الألاف داخل الأحياء أو في الولايات الأخرى. الوضع الحالي اعتبرته مفوضية العون الإنساني بالخرطوم تهديدا للأمن، يستوجب ترحيلهم طواعية وليس قصرا إلى مناطق أخرى أو مخيمات في أطراف الخرطوم. سكان المخيمات يشكون من سوء الخدمات ويتهمون المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالتقاعس عن تقديم الدعم المطلوب. حاجة المجتمع الدولي قال ناس الأمم المتحدة وناس UNHCR ما بيتمثل بالأمم المتحدة والهلال الأحمر والمنظمات الوطنية وعدوا منهم هيعملوا مدارس، هيعملوا شفقانات وموية بتاع، لكن حقيقة حاجة المشينا اللي الناس اللي جوا هناك، وأنا كنت من ضمن الناس اللي جيت هناك، صادمة، ما في أي خدمات هناك. ويشكو الجنوبيون في المخيمات من نقص الخدمات كالغذاء والدواء والرعاية الصحية، كما ساهم توقف برنامج العودة الطوعية إلى جمهورية جنوب السودان منذ عام 2013 في زيادة أعداد الفارين إلى أكثر من نصف مليون جنوبي، ويخشى مسؤولون أن يؤدي الترحيل إلى زيادة معاناة سكان المخيمات. المطلب الرئيسي للمواطن الجنوبي ليس ترحيله من خارج من 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 داخل ولاية الخرطوم، إنما ترحيله إلى دولة جنوب السودان، وأن يعود إلى ولاياتهم وإلى قراهم وإلى مناطقهم في دولة جنوب السودان. هذه البرنامج بتاعة الترحيل تم تعطيله، والآن المواطن الجنوبي يعاني في تلك المعسكرات. وتتمسك سلطات جمهورية جنوب السودان بالقرار الرئاسي السوداني القاضي بمعاملة الجنوبيين معاملة المواطنين وليس اللاجئين، وهو أمر يحرمهم من دعم الأمم المتحدة، وفي المقابل يشكل ضغطا على الحكومة السودانية ضعيفة الموارد كما تقول مفوضية اللاجئين السودانية. اللاجئين المقيمين بالمعسكرات حيث تقدم لهم مفوضية سامية لشؤون اللاجئين الخدمات الضرورية في مجال الصحة والتعليم والمياه، وحالتهم لحد ما يعني أحسن من غيرهم، ولكن الشريحة الثانية هم لاجئي المدن، وهذه المجموعات لا تقدم لهم المفوضية السامية أي مساعدات، بل يشاركون المواطن إمكانياته الشحيحة والمحدودة. تضم ولاية الخرطوم وحدها نحو 4 مخيمات تقطنها أكثر من 30,000 أسرة من جنوب السودان. ترحيل مواطني جنوب السودان من أحياء الخرطوم إلى معسكرات تفتقر بالأساس للخدمات الضرورية هي خطة يرى الكثير من الجنوبيين أن تنفيذها سيجلب لهم مزيدا من المعاناة وتدهور الأوضاع المعيشية. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.